بالإصرار والعزيمة بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته الجادة صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للقاء القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 30 من مارس الجاري، وذلك بعدما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة لاسارتي راحة سلبية للاعبين لمدة 3 أيام عقب مواجهة شبيبة الثورة الجزائري وتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بدأت استعدادات المارد الأحمر لقمة الزمالك بجلسة بين الخواجة الأوروغواياني مارتين لاسارتي مع لاعب الفريق قبل انطلاق الميران الصباحي، وجاءت الجلسة من أجل الحديث عن المرحلة القادمة التي تشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء على صعيد المحلي أو الإفريقي، وفي مقدمتها مباراة القمة أمام الزمالك. لاسارتي تطرق للحديث عن مواجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وبعض الأمور الخاصة بالاستعداد لهذا اللقاء والذي سيجري على استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية. عقب الجلسة بدأ المارد الأحمر مرحلة الاستعداد الفنية والبدنية من خلال تدريبات بدنية لرفع معدل اللياقة تدريجيا، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون. فهذه المواجهة تحظى بأهمية كبرى للأهلي لأنها قمة خاصة مع الزمالك، ولأنها ستساهم بقوة في فرصة المارد الأحمر في التتويج بالبطولة المفضلة له. الجهاز الفني اطمأن على جميع لاعب الفريق المتواجدين في تدريبات الأحمر للقاء الزمالك على رأسهم الحارس محمد الشناوي، وهناك تجهيزات لوليد سليمان العائد من الإصابة تدريجيا، وأيضا من اللاعبين الذين لم يشاركوا في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية ليكونوا جاهزين للاستعانة بأي منهم سواء في مباراة القمة أو في غيرها من المباريات التي يخوضها المارد الأحمر، والذي ينتظر عودة الدوليين من المنتخبين الأول والأولمبي بالإضافة إلى عودة معلول من صفوف منتخب تونس.